من حق المالك. ماذا يترتب عنه؟ إيقاف تنفيذ العقوبة، ما غيمشي بالتعويض. التعويض ما غيمشي به. والجريمة غتبقى، والسابقة غتبقى، وتسجل. يترتب إيقاف الدعوة. شو رد ديالكم؟ رد ديالكم؟ نحن من؟ أنت كمحامي ديال الضحايا، شو رد ديالكم؟ أنا مسكين، كيف سيكون ردي في موقف القانوني وحقهم يحقق المالك؟ ماني منقول، حقه يدير العفو. أي ملف؟ بدون خيط وشر، ماشي غير هو، جميع الملوك ورؤساء الدول وعبر التاريخ. ما ديروا فيه؟ لن يوجد، علاش؟ غيكون تعويض مادي. إلا مسكت كرامتك وعطيتك فلوس، هالكرامة تخزن لي فلوس. قطعنا، ما عندناش شي حل آخر إلا التعويض بالمقابل. أما التعويض العين مستحيل. جبر الضرر مستحيل. لك يا الله واحد تهدي وكلكم اليقين أن الضحية كيستافد من الدعوة العمومية. من الإدانة إذا كان قابع الضحايا كيتنصبوا ويطالبون بدرهم من رمزي. ماذا قصدوه من ذلك؟ خلص 500 درهم جزافي، خلص المحامي، طلب درهم رمزي، علاش؟ غرضه الردع. وأكثر من هكا كيقول الفقهاء أن المطالبة بمبالغ مهمة تلك المادة 108 الضريجي والتعويضي أن يكون كاملا فيها نوع من الردع للضحية للمتهم. بحال بحال الغرامه كلهم يقيسوا الذمه الماليه. السلام الناس احيانا الضحيه كانوا كانوا مزيان مرتاحين نفسيا. في ماذا يرتاحوا نفسيا؟ في العقوبه. وخصو تعرفوا بها متعلقوا بواقعه واحده لها وصفين من الناحيه القانونيه دعوه عموميه ودعوه بلديه لتسهيل الدراسه. اما تاريخيا واقعي واقعه واحده مختلطتين هذا السيسي. ولكن استعرضوا من الضحايا احيانا في الدعوه العموميه كتحكم شكايه شرط المتابعه كيسحبها تسقط الدعوه العموميه احيانا كيعطي الدلاز وكيعطي الصلاح راه عنده واحد التاثير على الدعوه العموميه. ما خصناش نعزلوا هذا الموضوع طويش فيها لان خدنا الوقت ما كانوش. لما كنقول انا عندي واحد المتهم رزق فيه شكون اللي الاولى؟ خليني نكمل ماشي شي اللي بغاو شي تقولوا ركز. لما شكون لك انا عندي واحد المتهم ارتكب واحد فيه واش خصني نعوض الضحيه ولا نشوف الوضعيه الماليه المتهم؟ انا سيدي دردني الدار قدرت المحكمه في 100000 درهم تعطيني 100000 درهم عندك مليار شغلك ما عندكش شغلك. المهم انا العبره بالدار وضعيتك الماديه انت ماذا ترتبوا اذا نفذت على هذا 20 مليون بعت له دارو غيتشرد ولادو ولا نفذت عليه ديك المؤسسة راه ما عمرو غنعاودو الضحايا وغيصبح المتهم يختفي وراء الوضع الاجتماعي راه كان هو المتسبب هو تحمل المسؤولية هو اللي جنى على الناس اللي معاه هو اللي جنى على عائلته فما يمكنش نقصوا الضحية لا لشيء إلا لأن الفاعل لا ليس له القدرة أو إذا فتنا غنشردو ناس أخرين هو من تسبب لهم في التشرد فهو الذي يجب أن يسأل. جمعية المحامون منذ الاستقلال وهي تنادي وتطالب بان الدوله وجميع المؤسسات ديال المحامين من القضاء. الدوله دابا الان وقطع عندهم الحق يتقاضى كلشي.